السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الزملاء الأعزاء، احنا دلوقتي اتفرجنا على النظري بتاع حالات الكرونيك مايلويد لوكيميا. دلوقتي ان شاء الله كده ندخل نتفرج على الفيديوهات بتاعتها، وعايزكم بقى كده ان شاء الله كده تدققهم وتتفرجهم وتشوفهم وتعملهم بوز علشان تستفادوا من كل لقطة بتشوفوها. اول فيلم شايفينه هنا اللي هنشوفه ده عباره عن فيلم بريفر بلاد لحاله سي ام ال. العد بتاعها كان عالي 135,000، وزي ما تشوفون هنا دي اديميتا ودي هنا سيجمنتد، دي ميلو ودي سيجمنتد، وزي ما شايفين هنا بردك هنا دي سيجمنتد سيجمنتد سيجمنتد، ادي اديميتا دي هنا ميلو سايتس، دي مايلو دي ميتا سيجمنتد، ونعدها واحدة واحدة كده. والصفايح كويسة، ادي دي واحدة هنا استاف، ودي هنا ميتا، ودي مونو اللي مشت، ودي ميتا دي ما فيهوش حاجة. طبعا دي هنا استاف داخلة على سيجمنتد، اما دي مونو. الفرق ما بين المونو وما بين السيجمنتد، شايفين السيتوبلازم والسايز والنيوكلير والكروماتين باترن بتاعه. دي فيلم انذر فيلم، بس ده كان الـ يعني الابيض بتاعه كان واطي. ودي مهم قوي احنا جايبينه عشان ممكن يبقى ايه يعني العد بتاعه مثلا 25,000، ولكن انا لقينا خلية مثلا زي دي نقولها لا، يعني هي عاملة زي بيزو وعاملة زي البلاست، فبنيجي ايه نتفرج عليها كده شوية ونيجي نشوف ايه بقية الفيلم، لان ممكن لو واحد شاف السيل كاونتر بتاعه ممكن يعديه، لكن مهم قوي ان احنا ايه نشوفه. دي الليمفوسايتس، يبقى هنا دي بردك عندنا هنا بيزوفيل، وشايفين هنا ايه التير دروب موجودة في كذا حتة، ممكن يكون عنده سبليوميجالي. ادي دي واحدة هنا شايفينها ايه بلاست سيلز، فطبعا يبقى ايه دي بنبقى احنا ايه محتاطين بيها. العد في حدود مثلا يعني 20,000 22,000 سيجمنتد، دي ستاف سيجمنتد، سيجمنتد سيجمنتد، ادي واحدة برضه، ادي تالت واحدة بيزو في الفيلم شايفينها، ادي بيزو اهي ودي سيجمنتد. ودي ميلو سايتس، فطبعا شيفت تو ذا ليفت ممكن اب تو بلاست، فطبعا ايه نشوفها. هنعمل بقى الفيلم اللي وراه ده فيلم بون مارو، فيلم بريف بلاد بردك الحالة بقى زي اللي فاتت بس عكسية بقى. دي سي بي سي بتاعها، ده البريف بلاد بتاعها زي ما شايفين هنا ايه يعني ماركت لوكوسيتوزيس ويز ماركت شيفت تو ذا ليفت، فيها دي بيزوفيل وفي مايلو ميتا سايت. احنا بس بنشوفه دلوقتي بالباور هاي باور عشان بنشوفه السيلارتي بتاعته قد ايه،
نبين دي الفرق ما بينه وبين اللي فات. بعد كده احنا هنكبر ونشوفهم، شايفين قد ايه كل ده في سي بي سي. وبيبقى في الحاله اللي زي دول بقى لما نيجي ننزل عليها بالاويل اميرشن بنيجي نعمل ايه بقى؟ ازاي واحد يقول لك طب ازاي نعد بيبقى في ساعات 100 ولا كذا في الفيلد الواحد؟ بنيجي نقولهم ايه فيها بلاست هنا ولا لا، نقعد نبص 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 نقول فيها بلاست، اشوفها في الافلام الجايه. لقينا واحده نكتب واحد، لقينا بروميلوسايد 2، ميلوسايد فيها 4، نكتب ايه كده لغايه لما نخلص. لكن هتقعد تمشي كده هتتلخبط. وبعدين في خلايا تبقى الفرق ما بينها وبين اللي هو مثلا الميلوسايتس والميتا ميلوسايت بتبقى مش هتفرق قوي، ان ميلو من ميتا يبقى في بعضهم بيبقوا ايه داخل في بعض. هنا في الفيلد دي زي ما شايفين هنا دي ممكن تقول عليها توينينج، لان دي خليه ودي نيوكليس ودي نيوكليس، كذلك الاثنين اللي هنا الفرق ما بينها وبين اللي جنبها دي ايزو مكسوره. دي جينا كل ده احنا ما دخلناش لسه، ندخل في الجينوم فيو. هنا بقى دي انظر بون مارو لحالة برضك كرونيك مايلود لوكيميا مركز الهايبر سيل بون مارو، ده بنشوفها بال 40. وبعد كده هننقل على طول على الاويل، شايفين ايه السيلاريتي بتاعتها عالية قوي. هنكبر احنا دلوقتي اهي هنا ادي مثلا على سبيل المثال انا في فيلد زي ده مثلا بنيجي نقوله مثلا هنا في ايه، في هل فيها بلاصات؟ انا مش شايف بلاصات، ولكن في بروميلوسايتس. طب الميلوسايت يبقى في الفيلد دي مثلا بروميلوسايتس واحده، طب الميلوسايتس نشوف ادي ميلوسايتس اوكي. طيب الميتا ميلوسايت ممكن دي ميتا ميلوسايت دي ميتا ميلوسايت. طب مثلا البيزو فيل فيها كام واحده؟ ادي دي بيزو ودي بيزو ودي بيزو ماشي، يبقى في الفيلد دي في 3 بيزو والسيجمنتد والاستاف بهذا الشكل. يبقى احنا ايه نقدر نعدهم بسهوله، دي الليمفوسايتس يعني مثلا دي برضك هنا بيزوفيل ودي ميتا ميلوسايت سيجمنتد ماشي، ودي ميلوسايتس ممكن دي تبقى ميلوسايت ميلوسايتس سيجمنتد، هنا استاف ميلوسايتس. هنا لو انا وقفت من هنا ممكن اقول عليها دي بلاست تايب 2، دي برضك بلاست ماشي، ودي بيزو ودي بيزو ماشي، والباقي بقى اللي هو سيجمنتد ودي الاستاف. هنا في حالات الكرونيك مايلو لوكيميا بيبقى الخلايا بردك بتبقى مختلفة، يعني فيها تعب شوية عن اللي هي النورمال مورفولوجي اللي احنا بنشوفه في العادي بتاعنا. دي بيزو واضحة جدا، دي بيزو ودي بيزو ودي بيزو، يعني الفيلد ده فيه كتير بيزو. يعني بص الفيلد ده فيه كام واحدة بيزو؟ ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، وهنا واحدة ادي اربعة، وممكن كمان دي تبقى 5. شايفين هنا الفيلد دي بردك ادي دي بيزو ادي بيزو ادي بيزو ادي بيزو، شفتم؟ وبعدين دي اللي يقول عليها بروميلوسايت تمشي ميلوسايت ماشي كده بهذا الشكل، ونعدوها واحده واحده وبعدين تطلع نتيجه في الاخر. دي بيزو ودي بيزو، شايفين البيزو هنا كتير قوي. different stages of a immature granulocytes. دي بيزو دي ايزو متفرقعه، دي ميلوسايتس كويسه قوي، دي segmented 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 segmented.
ده انذر بون مارو. هايبر ماركت لهايبر سيل بون مارو انذر فيلد. يبقى ده هنا ادي اهوت شايفينه. شوف قد ايه السيلاريتي بتاعته كتير قوي. هنكبر هنا شايفين هنا كل دي عبارة دي بلاست دي بلاست دي ستاف دي ميتا والباقي كله معظمه سيجمنتد. كل دي بردك ايه عبارة عن ستيجز بتاعتها كل ما فيش حاجة. دي بردك تقول عليها ميلوسايت ميلوسايت ميلوسايتس ماشي ودي ميلوسايت. في بقى الباقي كده كله هنا سيجمنتد اهي لما كبرناها. ادي دي بلاست دي بردك تبقى جاية على بلاست ماشي. دي هي ايزو اكتر دي بيزو دي بيزو دي ستيف الفيلم ده كان كنا عاملين له بيبسي الحاله دي عشان نشوف السيلارتي ونشوف كمان اللي هو مع فايبروزس ولا لا. طبعا شايفين هنا ايه يعني يكاد يكون مفيش نوع فات سبيس عباره عن كل دي خلايا لازبان دي اكستريملي هايبر سيلر بون مارو. وبنشوفهم هنا كده شايفينهم ملزقين في بعض كل دي خلايا كبيرة او كلها مارك اللي هيبرسير بون مارو. واحنا بنمشي هنا كده بناخد فيو بس كده وبعدين دي اللي هو البون مارو ترابيكلي اللي احنا شايفينها اللي هي البينك دي ودي ادي السيلاريتي ودي الميكروسايتس. هنا بقى بنحاول ان احنا نشوفهم هل في مثلا فوكس اوف ترانسفورميشن لان احيانا ساعات بتبقى بيبقى ايه نمشي كده وندور لقينا بقى منطقه هنا زي كده هنكبرها اهي شايفين هنا المنطقه دي لانها هنا ايه فيها خلايا اللي هي الاماتيور اللي هي بلاستات اللي هي الموجوده اللي بيبقى فاتحه النيوكلس فاتحه وجواها اللي هو النقطه المحمره دي اللي هي دي بتبقى نيوكلس. ممكن دي بيبقى ايه يعني beginning of a plastic transformation. دي مهم جدا لان ممكن لازم ندور عليها. هل اهي شايفين احنا بنكبرها بنشوفهم هنا شايفين كل دول عبارة عن بلاستات ولكن لو احنا اتحركنا شوية بعيد عن الفيلم هنلاقيه هنا ايه يعني يطلع في نورمال يعني مش كل المنطقة كده. دي بتبقى اسمها focus of transformation plastic transformation. اهي شايفين البلاستات اللي موجودة. احنا بقى بنطلع بره المنطقه دي دلوقتي شويه كده منطقه كانت كبيره شويه اهي هنا اللي جنبها دول اللي هم العادي بقى اللي هم اللي هو بتاع سي ام ال العاديه ماشي اللي فيها الميتا وميله وسيجمنتد ماشي. فبس كده علشان يبقى احنا ايه. طب لو احنا عايزين نشوفها مثلا باللو باور بنبص تلاقي شوف هنا دي مفككه شويه كده بينما دي تلاقي ايه بتبقى فاتحه. لما تيجي ننزل عليها نلاقيها ايه اللي هو الترانسفورميشن بتاع ساين اوف ترانسفورميشن. هنا برضك لازم نعمل لها ايه ارتكلين السين ارتكلين السين ادي دي دي بون مارو ترابيكلي زي ما احنا قلنا هو بيصبغ لنا ايه الفايبرس تيشو والترابيكلي بس عشان تبان اللي هي لونها زي المجنو كده خشب المجنو. ودي هنا طيب احنا دي بنشوفها كده عشان نشوف منطقه هننزل فيها ونشوف فيها ايه هل فيها فايبروزس ولا لا. هننزل بقى بالهاي باور دلوقتي ادي اهو شايفين احنا هنا ايه شايفين الشعر اللي هو الفايبرز الفاين فايبرز دهيت اللي هم السود دول اللي هم ايه اللي هم الفايبرز تيشو اللي هو الاسود ده
وبعدين نمشي تاني كده اهو، نشوف هل في حتت اكتر منها ولا لا. باين قوي كل دي بيسموها جريد 2، يعني برضك يبقى احنا ايه علشان نبقى عارفين ان ممكن يبقى باقي يدخل بعد كده في ادفانس. شايفينها كل دي، ولما نيجي نشوف طبعا في الميلو فايبروزس والحاجات التقيله هنشوف بقى جريد 3 وجريد 4 بيبقوا اعلى من كده. شايفين هنا دي يعني عايزه تدخل لجريد 3 اللي هي المنطقه الجامده، ولكن ممكن في حته تانية تخف شويه، فاحنا بنيجي نقول مثلا جريد 2 هي غالبا هتبقى ايه جريد 2. هنا في الحتت دي مثلا يعني شويه على جريد 1 كده، من جريد 1 لجريد 2، لكن جنرالي ان هي يعني الفايبرز بتاعتها جريد 2. ده بقى حاله بريفر بلاد لحاله سي ام ال، ولكن احنا عارفينها سي ام ال ولكن جايه لنا في فيها بلاستات. طب دي بقى نعمل لها ايه؟ يبقى دي هنا كده شايفين هنا دي ميلوسايتس، هنمشي في الفيلم دهوت هنشوف هنا ايه، ادي دي بلاست ميلوسايت، ادي بلاست تانيه بلاست. فاحنا دي بنقولهم انون كيس اوف سي ام ال ان بلاستيك ترانسفورميشن، دي بردك كانها بيزوفيل. ونمشي هنا البليتلت واتشر وشايفين هنا البلاستات باينين قوي، ودي بيزوفيل ميلوسايتس. برضك هنا انذر فيلد شايفينها برضك، دي الليمفوسايت، الباقي دي دي بلاست، والباقي دول الماتيور وايت بلاست سيلز. ده بقى عملنا له بون مارو، البون مارو طبعا اكستريم لهايبرسيل بون مارو. شايفين هنا كلها هنجيبها دلوقتي على اللي هو الهاي باور، دي الهاي باور هنجيب على الاويل اميرشن، الاويل اميرشن هنا كده علشان نشوفهم. احنا هنا لو بصينا دي طبعا هنقولهم ايه اللي هيقول برو ايرسو بلاست ماشي، ايرلي نورمو بلاست ماشي، ولكن هنا نشوفهم البلاستات اللي فينا بلاست، وهنا في 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 بلاست، وهنا بلاست. يبقى هنا البلاستات هنا كترت، هنمشي كده ونشوفها، ودي ميلوسايتس ادي هنا برضك هنا دي بلاست ماشي، دي ميلوسايتس، دي بلاست، ودي بلاست، ودي بلاست. شايفينها لازم تتعدى ايه، في بلاستات هنا بقى هيتروجين شيب، في منها الصغير في منها الكبير، دي نورمو بلاست. طيب دي هنا بقى هنا دي برو ميلوسايت واضحه جدا، اهي فيها نيوكليولاي وفيها جرانيولز وهي خليه كبيره، ودي نورمو بلاست، وهنا دي بلاست، وهنا بلاست، ودي بلاست، ودي بلاست. دي برك دي خليه ان بروفيز غالبا ايرثرويد، لكن هنا بلاست 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 بلاست. عشان كده لازم مهم جدا نعرف ان دي الحالة ديت ايه كانت عبارة عن يعني بلاستيك ترانسفورميشن، فيبقى المفروض لو كان هو بياخد كرونيك علاج للكرونيك ستيج فيز لا يقف، عشان هيخش بقى ويصنف هل دي ليمفاتيك ولا مايلويد ولا ميكروسيتيك عشان ياخد العلاج بتاعها. وكذلك هنا دي اللي هيقول عليها بروميلوسايت انا يعني عشان برومينانت وكبيرة، واللي هيقول عليها دخلت اعلى الميلوسايت اوكي، لكن البروميلوسايت اكتر، لكن هنا في بلاست وهنا في بلاست وهنا في بلاست ماشي. يبقى دول هنا كل دول ايه بلاستيك
ترانسفورميشن اهي نفس الوضع دوت، كل دي بلاستات، بلاست 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 عشان في ناس يقولك ازاي بنعد الافلام اللي زي ديت. نقوله في الفيلد مثلا فيها كام واحده بلاست، ادي واحد بلاست، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، وبعدين ادي كده خمسه، وبعدين كده ادي سته، ادي كده سبعه، ادي كده تمانيه، تسعه، عشره، حداشر، يبقى نقوله في حداشر. طب في بروميلوسايت قد ايه؟ انا مش شايف مثلا بروميلوسايت مثلا في او ممكن واحد يقول ان دي بروميلوسايت. طب ميلوسايت هنقول ادي واحد، ادي يعني بيبقى قلت عن الكرونيك ستيج وهكذا. وبعدين الميتا قد ايه والسيجمنتد هنا الباقي، يعني شايفين قد ايه كميه البلاصات. كتير قوي بلاصات هنا، ودي بروميلوسايت، بروميلوسايت، ميلوسايت، بلاست. يبقى احنا بنراجع يعني هو اللوكيميات هي واحد بس، يبقى عارف اللي هو ازاي السيميلر سيلز يفرق ما بينهم وازاي المورفولوجي بتاعه، ويبقى ايه يتشجع ويعد دول نورمو ودي نورمو. طيب الحالات اللي زي دي كمان بيستحب ان يتعمل لها دي بروميلوسايتس ماشي، في بلاست. الحاله دي بنعمل لها طبعا ايه بون مارو بايبسي اللي هنشوفها دي دلوقتي هنا كده، ده البون مارو بتاعها بيبسي. فبرضك هنلاقوها مارك اللي هيبرسيلها بون مارو، خلايا كتيرة. وبعدين عايزين نشوفهم ايه البلاستات جاية منين، فاحنا هندور على اكيد لازم فيها ايه اريا مليانة بلاستات، فاحنا هنلف كده دلوقتي. دي ميجا كاروسايتس اهي، داخلين على منطقة هنا اهي اللي هي اللي بيبقى فيه اللي احنا قلنا عليها بتبقى ايه مليانة كده كلها بلاستات. شايفين المنطقة بتاعتها قد ايه؟ كل اللي هم الكبار دول اللي هو فيهم نقطة محمرة كده صغيرة، هم دول اللي هم ايه الميجا كاروسايتس اللي هو البلاست شايفينها. بينما لو احنا مشينا في حتة تانية ممكن ندخل على حتة نورمال ونبقى نقولهم ان دي فيها بلاستيك ترانسفورميشن. دول ميجا كاروسايتس اللي موجودين، ودي بون حته من بون مارو ترابيكلي. شوف قد ايه ميجا كاروسايتس اللي هما دول، ولكن ايه مارك اللي هيبرسل بون مارو هنا بس بيفيدنا بس ان احنا نشوفهم الفايبروزس. شايفين بقى المنطقه اللي هي اللي احنا قلنا برضك منطقه تانيه، كل دي عباره عن ايه اللي هي داخلين على منطقة ايه اللي هي ايه اللي هي الكرايسيس اهي شايفينها، اللي هو اللي هي اللي هي الخلايا اللي هي الكبيرة. والفرق ادي ما بين، انا جايب الفيلد ده عشان يبقى ايه نقارن ما بين ده وما بين ده. ده عبارة عن بون مارو حالة بلاست كرايسيس زي ما شايفين هنا في البيزوفيل، وهنمشي دي بيزوفيل مفرقعة ودي جرينز بتاعتها. دي بيزوفيل بردك، دي بلاست، بلاست بلاست، دي نورمو نورمو، يعني دي بيزوفيليك بلاست ودي ايزوفيل، دي بيزو ودي ايزو ايزو، ودي بلاست بلاست.
بيزو بيزو بلاست. تبقى هنا في انكريز البيزو فيل هنا بقى فيلم من الافلام الكويسه يعني دي بريفر بلاد لحاله بردك سي ام ال. انا يهمني قوي قوي سي ام ال العاديه ما فيش فيها مشكله، ولكن لما بتبقى بتقلب ادي دي بيزوفيل واضحه جدا شايفينها الجرانيولز، بعدين دي هنا لقينا فيها بلس ادي دي يبقى بلس، وشفنا بيزو قبل كده هنمشي فيها نشوف قد ايه. دي بتبقى انون كيس اوف سي ام ال اللي هي بلاست، وهنا بلس هنا دي سيجمنتد. بيزو اهيت واضحه قوي، وبيزو تانيه شوف قد ايه كميه البيزو اللي دي، وهنا بلس. للاسف لما الواحد بيبص في السيل كاونتر مهما كان 5 بارت كويس بردك ما بيطلعش البيزو فيل الا لو كانت واضحه قوي، ولكن هنا بيبقى شايفين ده دي بيزوفيل، احنا ما يهمنيش قد ايه كميه الجرانيولز اللي فيها تايب اوف جرانيولز شايفينها، ودي بيسموها بيزوفيلك بلس. ليه بقى؟ لان وفي بيسموها حاجه اسمها هنا اناركي. اناركي يعني ايه؟ خليه اماتيور وطلع لها جرانيولز مش في وقته، فدي اسمها اناركي، غير الاسينكروني اللي هو ما فيش سنكرونيزيشن بين الماتوريشن بتاعت السيتوبلازم والنيوكليس، يبقى دي اسمها اناركي. دي بيزوفيل شايفينها؟ شوف الجرانيولز بتاعتها هنا هنا بلاست وهنا بيزو وهنا بلاست لفوق دي. لينفو بلاست دي بقى حالة تانية من الحالات النادرة قوي، ان جاي الراجل يعني اوفر 60 ييرز وعنده هبات سبليرميجلي هيوج سبليرميجلي وعنده لوكوسايتوزيس 237,000 معظمهم 90% منهم اللي هو نيوتروفيل وشوية ميتا وشوية ستاف يعني بسيطة قوي، وبهذا الشكل مفيش لا فيفر ولا في اي انفكشن ولا في اي حاجة. فدي من الحاجات اللي هي زي ما شايفينها احنا بنجيبها بس جات هنكبرها بنشوفها بالهاي باور علشان بنبين قد ايه الاكسيتوز بتاعته. هو 237,000 كان شايفين كمية الخلايا اللي فيها لما كده كبرناها كده هنا لقيناها ايه عبارة عن معظمهم ايه سيجمنتد 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 كله سيجمنتد بهذا الشكل ما فيش انفكشن. ده لما الاقي خليه كبيره السايز بتاعها دبل من هنا فنقول لهم عليها دي بولبويدي او توينينج اكوردنج، لو ايه احنا شايفينها ميرور ايمج يبقى بولبويدي توينينج، لو لقيناها فوق بعض خلايا بتبقى بولبويدي. وهنا دول وفيها جرانيولز كتيره قوي ومعظمهم ايه اللي هو اللي احنا شايفينهم دول ايه سيجمنتد اتعمل له ده طبعا. دي هنا ستاف ممكن تبقى دي ميتا، لكن الكل معظمه اللي موجود اللي هو ايه بهذا الشكل. دي واحده بس لقيناها ميلو سايز في الفيلم دهوت مع الارقام الكبيره ادي دي برده كان ميلو داخل على ميتا. ده عملنا له البون مارو، البون مارو بتاعه طبعا مارك اللي هيبقى سير البون مارو. وهنا بقى عليه بقى ايه كل الاستيجز بتاعتها بنلاقوا بقى الميلوسايت بروميلوسايت ممكن تلاقي بلاس لان دي بون مارو، ولكن كلهم عباره عن ايه ميلويد. دي طبعا ايه بلازما سيل عشان ما ننساهاش يعني.
في نورمو بلس المصغيرين، والباقي دينا كله عبارة عن ايه؟ يعني البروميلوسايت وميلوسايت، معظم الميلوسايت هم دول اللي هم بيبقى منطقة بتبقى بتنقسم عشان تدينا اليو هيوج نمبر اوف ايه اوف نيوتروفيل في البريفر بلاد. ادي ده انذر فيلد، يعني صورة كويسة، وكل دول عبارة عن خلايا نفس الوضع دي، دي مثلا دي ايزنفيليك ميلوسايتس، كل دول نورمو بلس اللي احنا شايفينهم، ودي بقى نقولهم ميتا ميلو، يعني كل الحاجات دي بيبقى يعني. وعشان كده بقول لكم في بعض السنترز العالمية يقولهم عليه جرانيولوسيتك اليمنت، يحطهم بلس والباقي جرانيولوسيتك اليمنت او ميلود اليمنت، لسبب انه ادي بروميلوسايت وناس تقول عليه ميلوسايت، دي ميلوسايت، دي ميلوسايت كده يعني، دي نورمو بلاست تبقى ايه، ودي ايه دي، دي بلازما سيل ماشي، ودي ليمفوسايت، ودي نورمو بلاست بالمره، عشان بيبقى ايه بنراجع ان الهيماتولوجي عايز ايه مداومه. شوف هنا الخلايا دي كبيره بالنسبه للخلايا اللي هي السيجمنتد، طبعا بنقعد دي بقى كويس ان احنا شفناها خليه هنا كبيره قد ايه كده، ولكن فيها عباره عن كبيره قوي دي مايلوسايت، ولكن توينينج فيها عباره عن اتنين سيبريت، يبقى في سيتوبلازميك نيوكلير ديفيجن وسيتوبلازميك نوت ديفايد خلاص، فبيبقى بتبقى خلايا بتبقى البويد بتاعها عالي. دي يعني بنشوفوها دي ساين اوف مالجنسي هي نورمو بلس. الفيلم ده كمان عملنا له اللي هو لاب سكور اللي هو الاكسيتر اكسبرتيز، وزي ما شايفين احنا هنا ايه، شايفين هنا السكور بتاع معظمه كام، 4 اللي هو العالي عباره عن بلوك بوزيتيفيتي خالص، بينما دي مثلا دي ميتا، وعشان كده الجرانوز بتاعتها ايه قليله، هي المفروض ما يبقاش فيها جرانوز، هي بتطلع يعني في نهايه الميلوسايتس، واحنا بنعمل سكور على الاستاف والسيجمنتد بس. هنمشي كده علشان برضك يبقى ايه، شفتم الصبغه بتاعت لاب سكور دي لو كانت سي ام ال عاديه وتعمل لها الحاله دي، تعمل لها فيلادلفيا وطلعت ايه نيجاتيف، ودي من الحاجات اللي هي كرونيك نيوتروفيليك لوكيميا، دي حاله كرونيك نيوتروفيليك لوكيميا. شايفين هنا السكور بتاعها كان 370 من 400، شايفين هنا برضك في حاجات عاليه قوي، وفي حاجات هنا ايه تاخد سكور 3 والباقي كله بياخد سكور ايه 4، طبعا دي اقل من دول. شايفين هنا برضك واحده كانت فاتت كانت واطيه السكور بتاعها، كل دول اهمت، دي خلية كبيرة دي برضك، دي لو هي كانت بالليشمان كنا هنقول عليها برضك ايه بلوبويدي، لانها ايه كبيرة مش هايبر سيجمنتيشن، لان السايز بتاعها دبل السايز بتوع السيجمنت العادي،